في الكلام اللي نسب لك في الكتاب تكلمت أن كان للدكتور أيمن الظواهري تأثير سلبي على الوالد من باب أنه هو كان يتبنى أكثر خط العنف الأكثر تشدداً. والله نعرف، لكن أكيد يعني لهؤلاء الأخوة بعضهم كان ممكن يعني ميال إلى الانعزال عن العالم أو المجتمعات العالمية بحكم ظروفهم، وبعضهم كان يعني يتمنى أنه يحصل ردود أفعال قوية ضد العدو الأكبر اللي هو في ذلك الوقت في نظرهم أمريكا، يحثون على ذلك أو يطالبون بذلك. والوالد كان دائما يعني ذو هدوء في التعامل أو في تناول هذه المواضيع، يعني ما كان عنده تحمس ولا كان عنده تثبط، فكان معتدل في التعامل